طهران قادرة على تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي خلال ساعة واحدة فقط، تعبير أطلقه الرئيس الإيراني حسن روحاني ليعكس بذلك إصرار طهران على المضي بأزمة الملف النووي إلى مرحلة أعقد. فكيف يواجه المجتمع الدولي سياسة التصعيد الإيرانية؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي. مساء الخير سيد إيرلي، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. تصعيد جديد من إيران هذه المرة على لسان الرئيس روحاني، يقول إيران ستخصب إلى أي درجة تريدها، إلى أي درجة تراها مناسبة، سيتم ربما إعادة العمل بمفاعل أراك وكل هذه الأمور. هل برأيك نحن بصدد تصعيد جديد يستوجب ردا من جهة ما؟ أنا لا أتوقع هذا التوتر بأن يخرج عن السيطرة، وسبب ذلك هو أن إيران تحاول أن تقنع الأوروبيين وتضغط على الأوروبيين حتى طبعا يقدموا بعض التنازلات ويساعدوها في الالتفاف على العقوبات. الاتفاق النووي يريدون طبعا الأوروبيون يريدون أن يرضوا إيران حتى لا تنتهك ذلك الاتفاق. إذا حسابات إيران هي تكمن بأننا سنخصب اليورانيوم بأكثر مما نحن عليه الآن حتى نظهر للأوروبيين بأننا جادون بشأن الخروج من الاتفاق إذا لم يقدموا لنا أي شيء يساعدنا. مشكلة هذه الاستراتيجية بسيطة، وهي أن الأوروبيين لا يمكن أن يقدموا أي شيء لإيران. إذا ما أتوقعه ومع إعلانهم الآن بأنهم سينتجون أكثر ويخصبون اليورانيوم أكثر، فربما الخطوة المقبلة هي بتخصيب ذلك اليورانيوم إلى درجة عالية حتى يمكن لاستعماله لصنع السلاح النووي. ولكن هذا سيتطلب منها أن طبعا أن تبدأ بتشغيل الطرود المركزية، وهذا سيتطلب ردا قويا من المجتمع الدولي. والحقيقة هي أن إيران الآن في صندوق. إيران تعاني كثيرا من العقوبات، وهم يريدون أن ترفع هذه العقوبات ويريدون أن يجدوا أي طريقة للضغط على الأوروبيين لفعل ذلك. طبعا سيد إيرلي، كما تعلم جيدا نسبة التخصيب المطلوبة للبدء في التفكير في إنتاج سلاح نووي هي 90% يعني وما أكثر من ذلك. الآن نحن نتحدث عن 3.6 أو شيء من هذا القبيل، وهذا يعني أن التخصيب ما زال بعيدا بدرجة كبيرة عن الوصول إلى السلاح النووي. ولكن على الرغم من ذلك الرئيس ترامب يقول أن إيران تلعب بالنار. سمعنا كلام من هذا القبيل من الرئيس ترامب، تهديدات بهذا الشكل. إذا بالفعل قامت إيران بزيادة التخصيب وبالاحتفاظ بمخزونات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، وربما الآن تفعيل مفاعل أراك الذي تم إيقافه من قبل، هل برأيك سيتخذ الرئيس ترامب خطوة ما إزاء هذه الإجراءات؟ أنا لا أصدق أي شيء أسمعه من الرئيس ترامب، لأنه لديه تاريخ طويل في قول شيء وفعل شيء آخر. ولكن كما قلت، فإن الإيرانيين أو نسبة اليورانيوم في إيران وصلوا إلى 3.7% وعليه أن يصل إلى حوالي 90% لإنتاج مادة لإنتاج قنبلة نووية. إذا هم يحتاجون 1500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب، ولديهم حوالي 200 أو 300 كيلومتر وبتخصيب أقل. إذا اليورانيوم طبعا الأمر يتطلب من إيران بأن تتخذ العديد من الخطوات الإضافية، وهي تتضمن بدء طبعا الطرود المركزية وتشغيلها ووضع اليورانيوم فيها، ثم طبعا تخصيب اليورانيوم على مدى طويل. وفي كل هذه المراحل أو كل مرحلة المجتمع الدولي سيتخذ تحركات قوية في الرد على هذا الاستفزاز الإيراني. طبعا هذا ربما لا يستدعي التدخل العسكري. الأوروبيين يمكن أن يقطعوا أي تجارة لديهم مع إيران الآن، ويمكن أن نفرض عقوبات إضافية لم نفعلها من قبل. إذن أنا لا أتوقع نزاعا عسكريا، ولكن
مرة أخرى كما قلت الكرة الآن في ملعب إيران. إذا إيران تبحث عن استفزاز الولايات المتحدة والغرب فإنه سيقابلون برد قوي، ولكن لا تحاول أن طبعا تتوقع ما سيحدث بناء على ما يغرد ترامب أو ما يقوله ترامب، لأنه كما رأينا فتلك كما قلت أشياء أو مكونات غير موثوقة. نعم، الكرة في الملعب الإيراني سيد إيرلي، ولكن أيضا الكرة في الملعب الأوروبي، ربما هناك أكثر من كرة في هذه الحالة. ولكن دعني أسألك عن الموقف الأوروبي. الآن البعض يقول إيران بهذه الإجراءات الإضافية، بخرقها لبعض هذه البنود، تجازف بخسارة حلفائها الأوروبيين الذين يدعمون الاتفاق ويحاولون الاحتفاظ به بأي شكل من الأشكال. إلى أي مدى برأيك إيران تجازف في هذه الحالة بخسارة هؤلاء الأوروبيين؟ لا أقول بأن الأوروبيين هم أصدقاء أو حلفاء لإيران، لا يمكن أن أصدقاء. هم حلفاء للاتفاق، هذا ما قصدت، يعني هم أيدون للاتفاق النووي. علينا أن نتذكر بأن الدبلوماسيين الإيرانيين قد قاموا بعمليات اغتيال وخطط للاغتيال في الأراضي الأوروبية. الأوروبيون أيضا طردوا العديد من الدبلوماسيين الإيرانيين. وزير الخارجية الألماني كان في طهران الشهر الماضي وكان لديه زيارة سيئة ولقاء سيء مع الإيرانيين. إذن دعونا نكون واضحين، الأوروبيون ليسوا أصدقاء لإيران، ولكن ما يريدون أن يفعلوه هو أن يمنعوا انزلاق الوضع إلى أمور موسوية، وكنتيجة لذلك فهم يشجعون إيران للبقاء في هذا الاتفاق ويعطون إيران بعض الطرق للالتفاف حول العقوبات من خلال مثلا آلية التبادل التجاري التي تسمح بمثلا بتبادل البضائع الإنسانية وغيرها. ولكن هذا لن يساعد إيران. في نهاية المطاف إيران تريد أموالا نقدا لن يحصل عليه من الأوروبيين بكل تأكيد. والسؤال الآن هو ما هي الخطوات الإضافية التي ستتخذها إيران للرد على عزلتها التي هي فيها حالة. شكرا لك آدم إيرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، كان معنا مباشرة من واشنطن.